هنا في مدينة تريم بمحافظة حضرموت، حيث تقام طقوس إحياء عيد رأس السنة الهجرية كواحدة من أبرز مظاهر الاحتفاء بالعام الهجري الجديد. في منطقة النويدرة بمديرية تريم ينظم الأهالي واحدة من أهم تلك العادات، وهي طبخة الشوربة الشهيرة التي تعد من الوجبات الشعبية الحضرمية القديمة. التجهيزات والاستعدادات لصناعة هذه الوجبة وسط حضور جماهيري كبير وبمشاركة الجميع هنا تدل على مدى التكاتف والتعاون بين أبناء المنطقة. تعتبر هذه الليلة عندنا ليلة مميزة بالنسبة لأهالي النويدرة، نقوم فيها بطبخة الشوربة زي ما تشوفوا، وتبدأ فيها هذه شعبية وألعاب شعبية منها زربادي وفرقة تراث الغنى. لصناعة الشوربة هنا طقوس في طبخها عبر تزيين محيط ومكان الإعداد بالكبيدة، وهي عبارة عن تجميع بعض الأعشاب التي تزرع بمدينة تريم ويزين بها المكان. وكذلك يجري إعداد المحشي الذي يقدم كوجبة رسمية متعارف عليها بمساء هذا اليوم فقط من كل عام، وهو عبارة عن لحم مجفف تعده نساء المدينة المشهورات بمهارة الطبخ. هذه العادة عادة قديمة لا توجد أدلة ثابتة تؤكد أقدميتها، لكن منطقة النويدرة نقلتها بصورتها الجماعية، كان يحتفل بها الناس في بيوتهم، لكن الشباب نقلوها إلى الخارج وأصبحوا يحتفلون بها الكبير مع الصغير وكبار السن، يتجمعون ويحيون هذه الليلة بالأهازيج ويطبخون طبخة شعبية معروفة في الوادي هنا وهي طبخة الشوربة. بعد طهي الشوربة والانتهاء من إعدادها يتم توزيعها على الحاضرين الكبار والصغار على حد سواء، يتناولونها مستمتعين بمذاقها الخاص والشهي وسط أجواء فرائحية تغمر الجميع. يبدو إعداد هذا الطبق الشهي من الشوربة أبرز مميزات استقبال العام الهجري الجديد الذي اعتاد استقباله هنا في مدينة تريم بوادي حضرموت. كل عام وأنتم بخير. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة تريم حضرموت.